هل من نصيحة لمن أدخلوا أجهزة الاستقبال الأطباق الهوائية الدش في بيوتهم وتركوا أطفالهم يتصرفون فيها كيف شاءوا؟ الله سيسألهم يوم القيامة عن رعيتهم، أولادهم رعية في ذمتهم، الله سيسألهم عن هذه الرعية. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وأطباق الدش لا تجلب إلا الشر، لا تجلب إلا الشر للأطفال والنساء وحتى الرجال، ما فيها خير. فالواجب أنه يتوب إلى الله ويزيل هذه الأطباق من بيته. نعم.